ما زالت الجمعية الوطنية للمستشارين الجبائيين تسعى لإقناع مجلس الأمة هذه المرة لتعديل المواد 22 و23 المتعلقة بأصحاب المهن الحرة الذين سيدفعون ضرائبا عن طريق نظام تصريح المراقب بدلا من الضريبة الجزافية، وهذا بعد أن صوت نواب مجلس الشعبي الوطني على قانون المالية 2020. قانون المالية 2021، ولكن الأمور بقت هكذا، نتأسفوا حتى وإن كان مازال عندنا أمل أمام مجلس الأمة ممكن يكون فيه، ولكن نظن بأنه لازم مجلس النواب لازم يدرس قانون المالية مادة بمادة بالتفاصيل ويطلب آراء المختصين وآراء المعنيين قبل. ويتخوف المستشارون الجبائيون من إفساح المجال أمام التعاملات الموازية التي لا تخضع للفوترة وحصول فوضى في هذا القطاع. أكيد تكي ترفع مثلا رسم على القيمة المضافة أو ترفع ضريبة أو رسم، يعني رد الفعل المباشر هو أنه راح تكون ارتفاع في الإيتاوات وفي الأسعار الخدمات، يعني هذا الشيء أكيد، وبالتالي رايح الزبون أو المؤسسة الاقتصادية وين تمشي الناس اللي ينشطوا خارج القانون، يعني علاش؟ لأنه نعرف كاين مستشارين جبائيين ينشطوا بدون اعتماد، وبالتالي هذه هي الفرصة نتاعهم. أنا باش يجيك واحد زبون ولا مؤسسة يفضل يمشي الواحد اللي ينشط في السوق الموازية باش يربح على مستوى الأسعار. وأثار أصحاب المهن الحرة كالمحامين والموثقين والمستشارين الماليين ضجة كبيرة بعد أن فرض عليهم قانون المالية 2020 حساب الضرائب عليهم من المداخيل الكلية لنفقاتهم على المهنة.